الطرق الفتره اللي فاتت، ولكن اكيد مشروع مترو الانفاق هيساعد كمان في تخفيف الزحام اللي بيكون موجود بشكل مستمر في القاهره والجيزه، واعتقد ان دي حاجه حلوه جدا، الناس كلها نفسها توصل المشاوير بتاعتها بسهوله من غير ما يكون في زحمه. فعايزه اقول لحضراتكم كده الخطه اللي الحكومه بتتبعها علشان يكون عندنا دايما سلاسه في المرور والناس كلها تقدر توصل بسهوله. خليني اقول لحضراتكم ان الحكومه بتخطط لتنفيذ مشروعات مترو الانفاق باجمالي 22 مشروع، ده كله بتكلفه 512 مليار جنيه حتى عام 2024. يمكن الناس لما تسمع الرقم تتخض وتقول استحاله نقدر نعمل ده، ولكن عايزه اقول لحضراتكم ان اولا دي حاجه مهمه جدا وهتفيد بلدنا بشكل كبير قوي وهتفيدنا احنا شخصيا بشكل كبير قوي.